ناخذ اتصال الأخ يوسف من المدينة المنورة. أم يوسف تفضلي. يا أختي أم يوسف تفضلي. يا أخوي أنا ويا عمرة وأنا في ضوحة المدينة، يعني في ضوحة ما أنا فيها بنات. وأنت وين؟ أنا في ضوحة المدينة على المدينة، بين المدينة والقصيم 200 كيلو على المدينة. طيب. وبروح من طريق إمر الرياض أهل الطايف. طيب. أنا يحق لي إني غد لازم أعتمد من المدينة ولا أروح للطايف وأنقل عمرة من الطايف. طيب واضح السؤال يا خالة. فضيلة الشيخ، هذه الأخت تسكن في المدينة وناوية العمرة، تقول هي بين المدينة والقصيم وستذهب عن طريق الطائف، من أين تحرم؟ إن جاءت على الميقات، ميقات المدينة، تحرم من ميقات المدينة، وإن نعم. جاءت من ميقات الطائف وهو السيل الكبير فإنها تحرم من السيل. إذا مرت على الميقات الذي في طريقها، أول ميقات تمر به في طريقها وهي تريد العمرة، تحرم منه. نعم.